الله رب طبعا. العالمين. كابتن بلال، شفنا على مدار الشوطين تفوق واضح في النادي للنادي الاهلي، الف مبروك الاول. تفوق واضح للنادي الاهلي، الفوز تحقق بكل سهوله لان النادي الاهلي هو اللي فرض اسلوبه من بدايه المباراه. خليني قبل ما حضرتك اسمع كلامك، انما هكلمك على بعض الارقام اللي تثبت فعلا ان النادي الاهلي النهارده يعني كان فارض سيطرته في جميع اوقات المباراه. نسبه الاستحواذ 73% للنادي الاهلي، ام بي 27. التمريرات بالنسبه للنادي الاهلي 729 تمريره صحيحه من 806، من اصل 806، يعني معنى كده ان النسبه 90%. ام بي عدد التمريرات 299 خلال المباراه، الصحيح منها 208، يعني نسبة 70%. كويس؟ تعال بقى للجزء الخاص اللي كابتننا اتكلموا فيه. محاولات على المرمى. انت محاولاتك على المرمى 24 هجمة. 24 هجمة. منهم 6 بين الثلاث خشبات. انبي 3 محاولات على المرمى، منهم واحدة بس بين الثلاث خشبات. بالنسبة للركنيات، نادي الأهلي 7 ركنيات وإم بي ركنيتين. اكتساح. طبعا الأرقام ما بتكذبش، تمام؟ ومش بس الأرقام اللي ما بتكذبش، يعني ساعات أنت مثلا تباصي 50 باصة صح، بس هي. ما لهمش مش قيمة. مجدية. ما لهمش قيمة يعني. لكن النهارده استحواذ 73%، الشوت اون تارجت 6 من 24، مسجل هدفين. اللي عليك بقى كابتن، اللي عليك يا كابتن ايمن، انت بص بقى في الحته اللي عليك دي، دي الاهم. انت الفروقات كبيره جدا جدا جدا، 37% استحواذ، 27% اسف، تمام. 3 محاولات على المرمى الانبي، يعني انت النهارده انت خليت من انبي، انا اسف مع احترامي اليوم، في الهجوم فريق عشوائي، ايوه تمام، ما عندوش هدف. تمام، انت النهارده لعيبه انبي بيعملوا ايه؟ يلا بسرعه ادي قدامه ويجري بسرعه، هو مش عارف هو راح فين. أيوه. تمام، ما عندوش تارجت، ما عندوش بلان بيشتغل عليه، انت اللي خليته عمل كده. مزبوط. لان انت ضغطته في نص ملعب، فبالتالي العب الكره التطوليه، ما فيش حد موجود قدام، فيش سبورت من اللعيبه اللي جنبه، فالكره تروح يجري بيها بالعرض، ما فيش حد، تتقطع الكره لصالح لعيبه النادي الاهلي. الاهلي بيعزف سيمفونيه بقاله فتره كبيره. صح. اداء جيد، لياقه بدنيه عاليه جدا، تمام، ودي حاجه تحسب برضو للجهاز بشكل عام، المدير الفني والمساعدين بتوعه والراجل بتاع الاحمال البدنيه. الاهلي فايق في المباراه، سجل لك التهديف جايه كل مباراه، من بدايه المباراه لنهايتها، في سرعه في الاداء، في تحركات، تحرك بدون كوره، وده شيء جيد من لعيبه النادي، هو ده اللي بيخلق الفرص الحقيقيه. يعني بتتحرك من غير كوره، بتباص بسرعه، بتتحرك بسرعه، بتتحول بسرعه، دي الحاجات اللي بتفرق فريق عن فريق. يعني انت النهارده ام بي بيلعبوا ازاي؟ بيلعبوا كرات كلها كره طوليه، مفيش تحركات بالعرض، حته الانتشار في الملعب مش موجوده، لكن انت بتنتشر بشكل كويس. اوقات كتيره جدا كنت بشوف محمد هاني بيخش على ال 18، تمام، بيخش قلب الملعب ويجي مكانه مروان او يجي مكانه ديانج، تغييرات في مصر، شريف يقوم طلع على الطرف، عبد القادر يقوم داخل في القلب، بريستو يقوم داخل في القلب، في مصر شريف يقوم راح ناحيه اليمين. هي دي التحرك بدون كوره، الانتشار السريع الصحيح في الملعب والانتشار السريع في الملعب، انك بتظهر زميلك بسرعه في كام كره في الشوط الثاني، طب باصي من رجل لرجل 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 لرجل، الحاجات دي زمان ما كناش بنشوفها، لكن دلوقتي اصبحنا بنشوف فرقه النادي الاهلي. فالنهارده الاهلي بيعزف سيمفوني. الاهلي اخر 12 مباراه، انت كسبان 11 ماتش ومتعادل ماتش، تعادل ماتش بالك، ماتش واحد من 12 مباراه، ده ريكورد كبير جدا، خد بالك، خد بالك في ظل، لا وخلي بالك في ظل لا في نقطة بس مهمة جدا اقول لك على حاجه، في ظل انك انت المباريات متتاليه بشكل كبير. صح. يعني انت ممكن تبقى انت فريق زي الاهلي، أيوة. الطبيعي النهارده يجي من الدقيقه 70 تلاقي بقى داون، تمام، ليه؟ لان انت بتلعب ماتشات كتيره جدا جدا وفي بطولات مختلفه، بغض النظر عن البطولات، لكن انت بتلعب يعني المباريات كلها متلاحقه، تاخد بالك، مفيش فروقات، يعني ما بتريحش كتير، باستثناء بس الفتره اللي انت اخدتها اللي هي بتاعه مباراه السيمي فاينل، اللي دي الفتره الوحيده اللي الاهلي ابتدى ياخد نفسه فيها، لكن ما قبل ذلك انت بتلعب كل 72 ساعه مباراه، بتلعب مثلا سبت وثلاث او سبت واربع وثلاث اربع، تلعب لحد تاني عشان تدخل في يعني تفضل دايما مستمر في البطولات، ما تتاخرش كتير يعني في بطوله الدوري العام. فالنهارده
لا انت ادائك جيد بدنيا، واقف على رجلك، اللعيبه بتتناشر بشكل كويس، الهارموني جيد ما بين اللعيبه وبين بعضها، المدير الفني واضح ان هو بيحط وحاطط ايديه في الملعب، واداؤه واضح وباين على اللعيبه في الملعب.